من الأخبار اللي حصلت امبارح، البابا توادروس شارك في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي أكاديمية الشرطة، ونظمت دورات تدريبية طبعا للأفراد والمدنيين بوزارة الداخلية. كمان الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أكدت أنه القاهرة مدينة ذات تاريخ عريق. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت تفقد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات اليوم الثالث اللي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة. كما اطلع أيضاً على ورش العمل الفنية والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة والقوافل الطبية وملتقى التوظيف. وشملت الفعاليات على مدار أيامها الثلاثة ندوات تعريفية بالمجالس القومية الثلاثة، المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وقدم كل مجلس ندوة استعرض فيها دوره والخدمات اللي بيقدمها لدعم المجتمع وتعزيز الوعي بحقوق الأفراد والأسرة، مع توضيح وسائل التواصل مع هذه المجالس بما في ذلك الخط الساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم. امبارح وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية، إن أكاديمية الشرطة وصلت تنظيم دورات تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قواعد نيلسون مانديلا. وعقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28 ل 30/10/2024 للأفراد والمدنيين بالوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. امبارح قالت المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلاوديا روزباخ إن المنتدى الحضري الـ12 اللي بتستضيفه القاهرة الاثنين المقبل هو حدث مميز بتنظمه مصر هذا العام، حيث إن القاهرة المدينة ذات التاريخ العريق والنمو السكاني الحضري السريع، كما تمثل أيضاً التحديات والإمكانيات في تحقيق التحضر المستدام. وأضافت روزباخ في كلمتها امبارح خلال أسبوع القاهرة الحضري بالمتحف المصري الكبير على هامش المنتدى الحضري الـ12 إنه من المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة كبيرة عالية المستوى ليكونوا الحدث الأكبر ذي الصلة بالتنمية الحضرية بالعالم، ومن المهم أن يكون لدينا مثل هذا المنتدى ونحن نعيش في وقت من التغيير والصراعات.